معنا من مدينة بنغازي أحد ثوار المدينة السيد منصور كسكاس. مرحبا بك سيد منصور. منصور منصور كسكاس تسمعني؟ نسمعك إن شاء الله. مرحبا مرحبا بك سيد منصور. ما هي آخر مستجدات في مدينة بنغازي في مختلف المحاور؟ بالنسبة لثوارنا البواسل في مدينة بنغازي هم ملائكة الرحمة، يعني شباب في عمر الزهور يقاتلون من أجل قضية، ونأكد للأخوة الليبيين في جميع أنحاء ليبيا أنهم أبناء ليبيا الحقيقيين وليس بداش. ونؤكد لكم أن ثوار مدينة مجلس الشورى أنهم شباب يعني في عمر الزهور، ولن يخسروا في هذه المعركة بعون الله، يعني فالأمور كلها تحت السيطرة والمعنويات مرتفعة، وبعون الله منتصرين، لأن بنغازي بعون الله لن نتركها لحفتر وجنده ومرتزقته. هذا موقفكم ربما كما وصفته، ولكن ما هي المستجدات على الأرض؟ كيف هو الواقع؟ المستجدات على الأرض بالنسبة لي نحن منتصرين، يعني والأيام تثبت لكم بأن نحن بعون الله ندافع على وطن بأكمله، لأن العمليات الحفترية الفرنسية اللوجستية بالإضافة يحارب معها يعني النيجيريين والتشاديين والعدد المساواة التي هي تحارب عمر البشير، بالرغم أنه هو يضرب بالطيران الميغ والطيران العمودي بالبراميل المنفجرة. ونأكد لكم أن ثوار مجلس الشورى بنغازي يعني ثابتون شامخون، ونأكد لكم ان احنا لن نخسر هذه المعركة، واحنا رابحين هذه المعركة لان احنا نحاربه من اجل الوطن. يعني ذكرت في حديثك حول يعني ان هناك تدخل فرنسي، هناك يعني دعم فرنسي لقوات خليفة حفتر، ما هي دلائل وعلامات هذا الدعم؟ يعني كيف عرفتم ذلك؟ عرفنا ذلك بالطيران المسح الجوي، يوميا يمسح الطيران الفرنسي بطائرات اللي هي ترسم الأرض بالكامل، بالإضافة العدو الذي أمامنا اللي هي الطيران اسمها الياسمينة يعني. وبالنسبة للطيران الفرنسي نتابعوا فيه يعني بمعداتنا الخاصة أنه هو يمشي في اتجاهات حينما يقع الأسطول الفرنسي، والعمليات التي يقوم بها حفتر ان هي ضد الشعب الليبي بأكمله. ونؤكد لأهلنا في اهل بنغازي من السلوب حتى لغايه جدابيه انه هو